اذكر اذكر أعضاء وأجزاء مزدوجة غير ظاهرة في جسمك. شنو؟ الرئة. ها؟ الرئة. الرئة. نعم الرئتان. إذن هو ثاني احتمال. أنت شو تقولين؟ الكلية. الكلية. الكليتان. ونعم أعلى احتمال أول احتمال. ونروح ويا العقراوي بسؤالهم. نروح وياكم لو نروح وياهم نأخذه. ها؟ نأخذه. نلعب وياكم نأخذه. نسألكم لكم. أوكي يلا أخذ زين الخمر. وأهلا وسهلا دكتور محمد. ونشوف الأخ سمير. الأخ سمير يلا. قلب. ها؟ قلب. القلب. القلب. أنا ما أقدر أقول القلب. أنا ما فهمت السؤال بالضبط. ما فهمت. أنت ايه. عندك قلبين؟ ها يعني شيء اثنين. طبعاً. يعني ما فهمت السؤال. فهي جوابك سريع. ويا عيني عليك يعني أنت جد حباب. ما قلت لعيد السؤال. لو ما أقول لك عيد. لا لو قايل لك أنا عيدك إياه. وأنا دار دسألك أنت رأساً قلت لي القلب. ايه. دار دسألك لأنه عاتي أنا من أخلص من الطاولة أجي أسأل حتى بعد ما عيد. لأنه أذكر أعضاء وأجزاء مزدوجة غير ظاهرة في جسمك. يعني مو ظاهرة العينان مثلا أو الأذنان. جوه جوه بالجسم مو صح؟ صح. هذا خطأ أول. يلا هي ترى أسئلة سهلة فكروا بها زين. وهند يلا إن شاء الله. ها شنو هاي؟ يلا قفص الصدري ممكن؟ خطأ. همزين ما أخذنا. خطأ بسبب الوقت وبسبب الجواب لربما لأنه ذكر زين. صحيح. فاطمة شو تقول؟ يعني لازم يكون شغلتين مزدوجة؟ هو مو لازم. يجب. هو السؤال. يجب. اذكر أعضاء وأجزاء مزدوجة غير ظاهرة في جسمك. سؤال واضح. قلنا أنت قلت إيش قلتي أنت؟ هو قلتي الكليتان؟ لا مو أنت. ها أنت كليتان الرئتان. وأكو بعد أشياء مزدوجة ثنائية. شنو هي؟ رائع رائع. خطأ 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 خطأ. والحكماء الحكماء هاي معروفة. هاي مالتكم. نعم مالتكم يعني ما مو محتاج. يلا مش دماغ. في الصيد دماغ. ها؟ في الصيد دماغ. في الصي الدماغ. الدماغ خلينا نشوف. عظمي الأرجل. عظمي الأرجل يقول دكتور محمد. ودكتور كاظم شو تقول؟ المبيضان. المبيضان. المبيضان لدى المرأة. المبيضان لدى المرأة. صح صح